اهلا بكم في الاجتماع الصباحي لشركه اسطول لتداول الاوراق الماليه والوساطه في السندات، اجتماع يوم 14/5/2023، ومعاكم احمد سعد رئيس قسم التحليل الفني. اليوم هنتناول فيه الاجتماع الاتي: مؤشر اي جي اكس 30، مؤشر اي جي اكس 70، البنك التجاري الدولي، فوري، الشمس، الاسكان، السويدي الكتريك، سيدي كريل، بتروكيماويات، اموك، النساجون الشرقيون، جي بي اوتو، زهراء المعادي، مصر الجديده، الاسكان، هيرمس، طلعت مصطفى، مدينة الإنتاج الإعلامي، أوراسكوم للاستثمار القبضة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أودن للاستثمارات المالية، أرابيا انفستمنتس هولدنج، العبوات الطبية، حديد عز، كيما، المصريين للإسكان، إعمار مصر، العربية لحليج الأقطان، شركة مستشفى كليوباترا، نهر الخير، ومعانا كابو وابن سينا فارما من جديد. هنبتدي اول حاجه معانا البنك. اولا المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 والاغلاق عند المستوى 17270 بعد الوصول مره تانية لمستوى 17556، وللمره اللي يمكن الرابعه على التوالي تراجع من قرابه مستويات ال 17600 17700 نقطه. وهنا الحد الادنى للتداول خلال الجلسه كان 17200 نقطه، نفس الارقام بالظبط تقريبا. بقالنا اكتر من 5 جلسات عمالين ندور حوالين ان احنا نصعد لمستوى 17600 17700، ثم عوده لاختبار مستوى ال 17100 والارتداد من مستوى 17200. الانخفاض كان بمقدار 224 نقطة في اي جي اكس 30. اي جي اكس 30 عنده دعم رئيسي الآن عند المستوى 17100 نقطة. 17100 نقطة من وجهة نظري هي مستوى حماية الأرباح في مؤشر اي جي اكس 30، ومستوى 16600 وهو المستوى الدعم الثاني بعد ال 17100 نقطة هو مستوى إيقاف الخسائر في الوقت الحالي للمستثمر قصير الأجل. أصبح مستوى من 17680 نقطة إلى 17765 نقطة أصبح حاجز قوي جدا أيضا كمستوى مقاومة. عندنا في الوقت الحالي المؤشر بيتحرك بشكل عرضي زي ما احنا شايفين بين المستوى 17100 نقطة لمستوى 17765 أو مستوى 17800 نقطة، حركة عرضية استمرت لمدة حوالي تقريبا 10 جلسات. فبالتالي احنا اول نقطة دعم عندنا، طبعا عندنا هنا الموفينج افريج ال 20 يوم عند المستوى 17200 ايضا. فبالتالي المستوى ده كله مستوى من 17200 ل 17100 اصبح مستوى دعم مهم. طب لو هبطنا لا قدر الله اسفل مستوى 17100 هنا يبدا ضعف نوعا ما في المؤشر، وبالتالي ممكن نستهدف ساعتها مستوى 16600 نقطة. لكن بوجه عام احنا ما زلنا فوق ال 17100، مش عايز اتوقع السيناريو السيء الا لو كسرنا 17100 نبتدي نقول ان في ضعف. طبعا المؤشرات نوعا ما ضعيفة، مؤشر ستوكاستيك طبعا في ضعف شوية، مؤشر الار اس اي نفس الكلام في نيجاتيف دايفرجن زي ما احنا شايفين في الصوره، وفي بعض الضعف في مؤشرات الام اس دي ستوكاستيك ار اس اي. اغلب مؤشرات فيها ضعف في الاي جي اكس 30، طبعا ده ناتج عن ان المؤشر ما بيضيفش جديد وان في حركه عرضيه وان كمان الاسعار بدات تقترب من المتوسط المتحرك لل 20 يوم. فبالتالي هنا في انتظار تست مره اخرى على 17100 نقطه في الاجل القصير علشان نشوف هل المؤشر هيخترقها الى اسفل ويبتدي في حاله الضعف او الدخول في حاله الضعف واختبار مستوى 16600، ولا هنعود للصعود بطبيعه الحال زي السايد واي اللي احنا شغالين فيه بقالنا فتره ونصعد مره ثانيه لل 17765. الحقيقه الموضوع مربوط بشكل كبير باداء البنك التجاري الدولي اللي احنا جايين له كمان شويه بعد اي جي اكس 70. هنا اي جي اكس 70 مختلف تماما عن اي جي اكس 30. اي جي اكس 70 اغلق عند المستوى 3161، ما زال فوق 3000 نقطه زي ما احنا شايفين كمستوى دعم. 2930 هو مستوى الدعم الثاني، 2850 دعم ثالث مستوى ايقاف الخساره من وجهه نظري. طول ما احنا فوق مستوى ال 3000 الى 2930 هيظل في فرصه لاختراق مستوى 3094 ل 3125. هنا الكلام مختلف خالص عن اي جي اكس 30. اي جي اكس 30 فيه ضعف، هنا ما زلنا هنا
في قوه في الاي جي اكس 70، فبالتالي في تباين بين المؤشرات في الاداء. مؤشر اي جي اكس 30 حاجه، اي جي اكس 70 حاجه تانية خالص. فبالتالي خلينا ماشيين كل حاله من الاسهم على حده. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا جلسه يوم الخميس كان التجاري الدولي منخفض بمقدار تقريبا بمقدار جنيه كامل من 52 ونص الى 51 ونص، لكن في نفس الوقت كان سهم العربية الحليج الاقطان وعتاقة مثلا وكذا سهم من الاسهم الاخرى كانت في حالة صعود بشكل كبير. فبالتالي في اختلاف بين المؤشرات وبين حركة الاسهم داخل الماركت. بالنسبة للبنك التجاري الدولي، البنك التجاري الدولي زي ما احنا شايفين بدأ ينزل أسفل، أو هو فعليا نزل أسفل خط المتوسطات المتحركة 20 يوم في ميد لاين ليبلينجر، وكمان نزل تحت الخط الاتجاه الصاعد اللي احنا كنا راسمينه من فترة طويلة. زي ما احنا شايفين بدأ يخترق الأسفل، فبالتالي هنا عندنا مستوى ال 51 جنيه مهم، ومستوى 49 جنيه و80 قرش مهم. في حالة اختراق 49 جنيه و80 قرش إلى أسفل هيكون عندنا مستهدف، وهو المستوى الميديوم تيرم هنا مستوى ال 47 جنيه 48 جنيه. دي هتكون مستويات الدعوم الرئيسية، لكن احنا بنقول ان لسه في امل ان احنا نعود مرة اخرى اعلى هذا الخط الصاعد، خط التريند لاين الصاعد اللي مرسوم بقاله فترة طويلة وهو في الميديوم تيرم. في امل على الرغم الضعف العام في الاسعار ان احنا نصعد مرة تانية اعلى مستوى 52 10 عشان نصعد اعلى هذا الخط. لسه ما فيش كونفيرميشن على اختراقه، لكن في حالة الكونفيرميشن والاستقرار اسفل 52 10 هيكون مرجح جدا ان احنا نزور مستوى من 50 جنيه لغاية 49 8. مستويات المقاومة في التجاري ما زالت 43 53 جنيه و40 قرش. مستوى المقاومة التاني هو مستوى 55 جنيه وربع. بالنسبة لي فوري، فوري ما زالت تتداول في شكل عرضي بنفس شكل مؤشر اي جي اكس 30 بالظبط. اعلى الدعم 5 جنيه و70 قرش اللي هو انا بعتبره مستوى ايقاف الخسائر في الوقت الحالي، وعندنا الدعم الثاني 5.46. ما زال مستويات المقاومة هي مستوى من 6.6 ل 26، اصبح في مستوى مقاومة قوي جدا لفوري في الوقت الحالي. فوري اثبتت الضعف شوية لما طلعت وما عرفتش تخترق مستوى 6.6، فبالتالي هنراقب الدعم 75 في فوري في الوقت الحالي كمستوى مهم في الوقت الحالي فيصل لإمكانية الصعود لاختراق مستوى 6 جنيه و6 قروش أو الهبوط مرة أخرى لاختبار مستوى 5.5. مستوى 75 أهم دعم في فوري. بالنسبة لشمس الإسكان ما زالت متوقفة عند مستوى المقاومة عند 7.34، مستوى المقاومة رئيس 7.70 جربت عليه اكتر من مره خلال الفترات السابقه للارتفاع ل 7.66 ثم عوده الهبوط مره اخرى. الشمس في اتجاه عرضي حتى الان، اهم دعم في الوقت الحالي هنا اتولد لنا دعم جديد عند المستوى 27، وعندنا كمان دعم 86 هو مستوى ايقاف الخساره في الشمس. طول ما الشمس فوق 86 بوجه عام هتقدر تصعد لمستوى 7.74 ثم 7.90 قرش. بالنسبة لي السويدي للكابلات اللي زي ما احنا شايفين فشل حتى الان في اختراق مستوى 17 جنيه و70 قرش. جرب عليه ادي المرة التانية التالتة، 3 ايام من يوم 9/5/2023 سويدي بيحاول يعدي مستوى 17.70 مش قادر. لغاية دلوقتي عندنا دعوم مهمة في السويدي للكابلات، دعم اهم دعم هو 17 جنيه ويليه 16.40، ده اهم دعم على الاطلاق وهو مستوى ايقاف الخسارة في السويدي الكتريك في الوقت الحالي. هيظل المستهدفات 17.70 ثم 18.74 18.64 قائمة طول ما احنا فوق 16.40 بوجه عام. بالنسبة لي سي دي كرير للبتروكيميكالز اللي متوقفة عند القمة السابقة بالظبط وحاولت تخترقها، وكان فولس بريك اكتر من 3 مرات لاختراق القمة 23.90. اعتقد ان بدأ يحصل حالة ضعف نوعا ما في سي دي كرير زي ما احنا شايفين هنا الار اس اي ما قدرش يدخل الاوفر بوت مره تانية وبدا يحصل ضعف نوعا ما في الار اس اي هنا. فبالتالي ناخد بالنا من سيدي كرير حاله عدم اختراق مستوى 23 90 والاستقرار اعلاه خلال الجلسات القادمه. اعتقد ان ممكن تكون في زياره مره اخرى لمستوى 22 جنيه و80 قرش ومستوى 21 70. هنا في حاله اختراق 22 80 الى اسفل ممكن يكون عندنا المستهدف 21 70 كمان. لو ما قدرش ان هو يستقر على 22 80، 21 70 هيكون هو مستوى ايقاف الخساره بالنسبه لسيدي كرير.
اهم حاجه في السي دي كرير ان هي تخترق مستوى 23 من 23 جنيه و90 قرش الى 24 جنيه و17 قرش اللي هي اعلى قمه وصلت لها يوم 9 يوم 5/9. في حاله اختراقها لهذا المستوى ممكن يصل لارتفاع المستوى 24 وربع ثم يصل كمان لارتفاع ل 27 جنيه. ده الكلام ده في حاله ان هي تقدر تخترق 24 14 الى اعلى. في كل الاحوال علشان ما ظهر الضعف في المؤشرات السي دي كرير نهتم قوي بالدعم 22 جنيه و80 قرش اللي هو بيدينا انطباع ان المشتري لسه موجود وقوي، لان طول ما مسيطر المشتري هيفضل السهم يتداول فوق 22 80. في حاله الهبوط اسفل ده معناه ان هو ممكن يزور مره اخرى 21 70 اللي هي مستوى ايقاف الخصوم. بالنسبه لاسكندريه للزيوت المعدنيه اموك انا شايف ان هي شكلها مش طبعا مش لطيف شويه، لان زي ما احنا شايفين هنا بدا يظهر سبورت مهم قوي، هنا بدا يظهر شكل ضعف، هنا لور هاي مش قادر طبعا اقول ان ده هيدن شولدر، لكن في كل الاحوال احنا عيننا على مستوى 9 جنيه في اموك، هو مستوى ايقاف الخساره، لكن زي ما احنا شايفين في هنا قمه ثم قمه في مستوى مرتفع ناحيه ال 11 جنيه، هنا قمه مش قادر يتخطى فيها مستوى 9.95، لكن هنا التسع فلات هي اهم مستوى بالنسبه لنا في اسكندريه للزيوت المعدنيه اموك، وهو مستوى ايقاف الخساره. محتاجين عشان نصعد نخترق هذا المستوى 9.97 الاعلى علشان نقدر نصعد تاني ونشوف مستويات جديده. اموك طول ما هي تحت ال 10 جنيه احنا في خطر في الوقت الحالي نظرا لوجود ضعف واضح في الاسعار. بالنسبه لي النساجون الشرقيون، النساجون الشرقيون طبعا هنا زي ما احنا شايفين برضو بدأت تعمل هاي اقل هنا بعد البارة الاخيرة، بارة شوتنج ستار ظهرت عند مستوى ال 17 جنيه تقريبا ونص بعد اختراق مستوى 17 وربع اللي هو كان المقاومة الاساسية في النساجون فول سبريك، ان هي بارة انعكاسية. النساجون الشرقيون هنا عندنا دعم 16 جنيه ثم 15 جنيه، اول مقاومه اصبحت 17 ونص ثم 18 ونص، طول ما احنا صح 17 ونص ما زلنا في حاله تشكك، محتاجين نخترق مستوى 17 ونص علشان نقدر نقول ان بدات قوه المشتري تعود مره اخرى. بالنسبه لي جي بي اوتو ايضا و بارا سلبيه، عنا على في جي بي اوتو على مستوى ال 5 جنيه و68 قرش، ده اهم دعم هو مستوى ايقاف الخساره في الوقت الحالي. اسفل 5 جنيه 68 قرش ممكن ننزل ليه 5.5، وهنا محتاجين 5.68 علشان نستقر اعلى. في حاله الاستقرار اعلى 5.68 ونصعد مره اخرى لمستوى ال 6 جنيه و15 قرش ثم 6 جنيه وربع، لكن بكل الاحوال زي ما احنا شايفين كده في لور هايز في المستويات الشورت تيرم، واعتقد ان احنا لازم نكون متمسكين قوي بالسبورت 5.68 كمستوى دعم مهم جدا ومستوى ايقاف خساره في جي بي اوتو في الوقت الحالي. بالنسبه لزهراء المعادي اللي ما زالت مستمره في حاله الضعف، من وجهه نظري دخلت في حاله ضعف برضه الزهراء بعد الانخفاض تحت 5.85. في كل حال هي عندها مستوى 5 جنيه 7 5 جنيه اسف و70 قرش، ده اهم مستوى بالنسبه لزهراء المعادي. زهراء المعادي اعتقد ان هي طول ما تحت المستوى طول ما تحت المستوى 6 جنيه و10 قروش هتفضل في اداء سلبي في الشورت تيرم، فبالتالي احنا محتاجين زهراء تعدي تاني مستوى 6 جنيه 10 6 13 علشان تقدر تصعد مره اخرى. مستوى 75 في زهراء هو اهم مستوى، هو مستوى ايقاف الخسائر، في حاله اختراقه طبعا ممكن تنزل ل 5.5 ثم مستوى 5 جنيه و30 وممكن اقل من كده كمان، فبالتالي زهراء المعادي في حالة برضو ضعف في الشورت تيرم رجعت تاني في حالة ضعف بعد انخفاضها أسفل خط المتوسطات المتحركة ال 20 يوم والهبوط أسفل كمان القمة اللي كانت خلتها انعكست في اتجاه صعب. بالنسبة لمصر الجديدة للإسكان زي ما احنا شايفين بارة من وجهة نظري برضو مش لطيفة، يعني آخر بارة لمصر الجديدة هنا أعتقد إن هي زي ما احنا شايفين كده برضو شكل برضو نفس الكلام هيدن شولدر، لكن ما تحققش اي شكل انعكاسي بوجه عام، ما بنقدرش نديله مسمى الا لما يتحقق. يعني بمعنى ايه؟ هنا 9.25 هو الحد الادنى للكلاين بتاع الهيدن شولدر ده، فمش هنقدر نقول عليه هيدن شولدر، نقدر نقول لور هاي، فبالتالي هنا ما يتحققش شكل قوي الا لو اخترقنا المستوى 9.25 الى اسفل، ساعتها نقول ان احنا بدانا ننعكس وممكن نتست تاني هنا باتجاه مستوى 8 جنيه
ونص 8 جنيه و90 قرش، ده في حالة الانعكاس أسفل مستوى ال 9 جنيه وربع. هنا يكون أول هبوط باتجاه المستوى 8 جنيه و90 قرش، ثم مستوى 8 جنيه ونص. فبالتالي هنا أهم حاجة تهمنا في مصر الجديدة إن إحنا ما ننزلش تحت مستوى 9 جنيه وربع في الشورت. في حالة الحفاظ على مستوى 9 وربع هيكون لينا صعود طبعا باتجاه مستوى 10 جنيه ثم 10 جنيه ونص. فبالتالي مصر الجديدة تعاني أيضا من ضعف نفس الفكرة. في أسهم كتير في اي جي اكس 30 شكلها الأسهم اللي كانت عاملة رالي بمعنى أصح خلال الفترات الأخيرة بدأت تدي إشارات ضعف شوية، خاصة محاولات متكررة للصعود خلال الفترات السابقة. فبالتالي عندنا مناطق مقاومة في حالة اختراقها فقط زي ما احنا بنقول، يعني هنا مثلا مصر الجديدة مش هتنتهي حالة الضعف ببساطة الا ما تخترق مستوى ال10 جنيه. فبالتالي احنا عندنا منطقة مقاومة مهمة دلوقتي، منطقة دعم مهمة. حضرتك المتابع لازم يكون حافظ كويس جدا المناطق بتاعة الدعوم علشان في حالة اختراقها يكون انت عارف ازاي تتصرف مع الماركت. بالنسبة لي المجموعة المالية هيرمس، مجموعة مالية هيرمس ما زال شكلها ايجابي، ما زالت لكن هنا بتتحرك زي ما احنا شايفين داخل قناة سعرية صعبة. اختبار القناة السعرية دي هيكون عند 19 ونص. والله لو هيرمس قدرت تتخطى 19 ونص هيكون عندنا المستهدف 20 جنيه او 19.90 ثم مستوى الى 20 جنيه و70 قرش. المفروض ان هي تحافظ على مستوى 18.80 بوجه عام، ده اهم مستوى دعم في الوقت الحالي. مستوى 18.30 هو مستوى الدعم الثاني وهو مستوى ايقاف الخسارة من وجهة نظر. بالنسبة لمجموعة طلعت مصطفى زي ما احنا شايفين هبط مرة أخرى أسفل أو باتجاه مستوى 9.15، لازم يحافظ على هذا المستوى اللي هو المتوقف عنده عشان يصعد ل 9.5 ثم 9.90 مرة أخرى. في حالة الهبوط أسفل 9.15 هيكون عندنا مستهدف عند المستوى 9 جنيه و5 قروش ثم مستوى 8 جنيه و80 قروش، ده بالنسبة لطلعت مصطفى. بالنسبة للإنتاج الإعلامي، الإنتاج الإعلامي مازال في حالة ضعف طول ما تحت 10.5 زي ما قلنا. مش هيتحسن الانتاج الاعلامي الا ما يتخطى مستوى 10.5 10.70 الى اعلى مره اخرى. الانتاج الاعلامي مازال مؤشراته ضعيفه جدا، مازال شكله الحقيقه مش عاجبني قوي حتى الان. ايقاف الخساره بالنسبه للانتاج الاعلامي في الوقت الحالي اصبح المستوى 9 جنيه، اصبح المستوى 9 جنيه ونص. فبالتالي نراقب جيدا مستوى 9 جنيه ونص، ده اخر مستوى بالنسبه لنا. انا شايف ان هو يقدر لو حافظ عليه الاعلامي ان هو يصعد مره اخرى. اشاره القوه الوحيده بالنسبه للانتاج الاعلامي هي اختراق المستوى 10 جنيه و60 قرش الى اعلى في الاجل القصير، ساعتها نتكلم في اشارات جديده بالنسبه للانتاج الاعلامي. اوراسكوم للاستثمار القابضه الحقيقه من ضمن الاسهم. هنا بقى نتوقف عند اوراسكوم للاستثمار ونتكلم شويه عن الماركت. بالنسبه للماركت زي ما احنا شفنا بالنسبه للتجاري كان شكله سلبي جدا خلال جلسه يوم الخميس، اوراسكوم سمار شكلها ايجابي جدا. فهنا الحته اللي انا بتكلم فيها اللي هي حته ايه، حته ان في اختلاف او تباين في سواء في المؤشرات او في بعض الاسهم مع التجاري الدولي ومع المؤشر العام. فبالتالي احنا هنا نحاول نركز على الفرص الجديده اللي بيخلقها لنا السوق خلال الفتره الحاليه اللي هي فتره ضعف المؤشر اي جي اكس 30. ممكن تتخلق فرص برضو نقدر ناخد منها بروفيت كويس خلال الفتره دي حتى يتاكد الاتجاه في المؤشر العام. بالنسبه للاوراسكوم، الاوراسكوم هنا اخترقت 24 قرش وكنا اتكلمنا عنها كتير، منطقه ال 24 قرش. فبالتالي هنا 24 قرش هي منطقه مهمه جدا، الاستقرار اعلاها هيخلينا نروح ل 25 20. طبعا زي ما احنا شايفين المستهدف ده انا حاطه بقالي تقريبا 3 مرات او 3 ايام متواصلين. اختراق 25 قرش و 2 مليم يؤدي الى الصعود ل 26 قرش 8.10، ممكن يصل الصعود 29 قرش 8.10. فبالتالي اوراسكوم للاستثمار شكلها ايجابي جدا جدا، اول دعم 23.5 والدعم الثاني 22.5 هو مستوى ايقاف الخساره حتى الان. بالنسبه للعربيه لاداره وتطوير الاصول ما زالت اعلى السايد واي اللي تم اختراقه، اوفرول السهم فيه سترينث طبعا. اهم حاجه يحافظ على ال 60 قرش في الشورت تيرم، ممكن ساعتها يصعد مره اخرى ل 64 قرش ثم مستوى 70 قرش، لكن شرط المحافظه على مستوى ال 60 قرش كمستوى حمايه للارباح، وكمان مستوى 57 قرش هنا يعمل كمستوى ايقاف خسائر في الوقت الحالي بالنسبه للعربيه لاداره وتطوير الاصول. اذن للاستثمارات، اذن الاستثمارات الماليه هنا عندنا احنا اتكلمنا انها لو اخترقت مستوى استقرت اعلى مستوى 1.74 ممكن تصعد الى المستهدف 1.81. هنا الاعلى سعريا يوم الخميس 1 جنيه 80 قرش و3 من 10.
المستهدف هنا بتاع التارجت اللي احنا محددينه 1.81، يعني تقريبا بالظبط توقفت عند المستهدف. اعتقد هيبقى صعب تجيب 1.91، لان هنا المستهدف الثاني هيتطلب استقرار اعلى مستوى 1.81، وانا شايف بعض البارات السلبيه بدات تظهر، فبالتالي هنا ممكن عند ال 1.81 1.82 نعمل عمليات جني ارباح جزئيه في اذن، ونرجع نشتري تاني قرابه مستوى الدعم 1.67 او 1.70 مثلا في الرينج ده. هو فعليا تراجع لمستوى 1.75، اغلق عند 1.75، فبالتالي اي صعود لاودن باتجاه المستوى 1.80 1.81 نعمل عمليات جني ارباح جزئيه في اجزاء من البوزيشن، وعند المستوى 1.67 او 1.60 ممكن نرجع نشتري مره اخرى، لان وارد ان هي تمشي عرضي شويه وترجع تكمل الصعود. بالنسبه لاريبيا انفستمنتس هولدنج، ما زالت عند السبورت الرئيسي هنا عند 35 قرش، طول ما هي محافظه على 35 قرش هيظل المستهدف 38 قرش اللي هو القمه السابقه ليوم 8/5/2023 قائم، وكمان 41 قائم، فبالتالي اهم حاجه انها تحافظ على 35 قرش. بالنسبه للعبوات الطبيه، العبوات الطبيه ما زالت اعلى مستوى المقاومه، شوف هنا مستوى مقاومه كبير بالشكل ده، سايد واي تم اختراقه الى اعلى، احنا حاطين المستهدفات اهو نص جنيه اهو واقفه عنده بالظبط، هي واقفه عند 51 قرش و7 من 10، ما زال عندها مستهدف 55 قرش قائم طول ما هي فوق 46 قرش بوجه عام، اي تراجع باتجاه 46 قرش اصبح فرصه شراء، وساعتها نحط مستوى ايقاف خساره تحت 43 قرش. بالنسبه للعزه لحديد التسريح اللي عمل شوتينج ستار خلال جلسه يوم الخميس واضحه جدا، طبعا مش مهم لون البارة لانه في النهايه ضغط بياع حصل من عند التارجت اللي احنا كنا حاطينه 45.62، جاب 46.28 وتراجع بقوه ليغلق عند المستوى 44.71، اشاره جني ارباح ممكن جدا عز الحديد في حاله حدوث ضعف في المؤشر ان هو يتراجع باتجاه مستوى 43 جنيه و30 قرش مره ثانيه قبل استكمال صعوده، لكن بوجه عام سهم في اتجاه صاعد على كافه المستويات. حصل ضغط بيع مش مفيش مشكله، لكن في النهايه السهم قوي جدا وممكن يستهدف 49 جنيه طول ما فوق 43 جنيه و40 قرش، الدعم الثاني 42 جنيه و25 قرش ثم 41 جنيه و40 قرش اللي هو مستوى ايقاف الخساره لعز الحديد في الوقت الحالي. بالنسبه للصناعات الكيماويه كيما حالها حال قطاع البتروكيميكالز، زي ما احنا شايفين ضعف نوعا ما، ما زال السهم بيعاني من ضعف مش قادر يخترق مستوى 8/7 و8/40 اللي جابهم قبل كده، فبالتالي هنا اهم منطقه دعم 7/42 في الصناعات الكيماويه كيما، وهي مستوى ايقاف الخساره، الدعم الثاني 7/4 ثم 6/64. بالنسبه للمصريين الاسكان اللي ما زالت حرب قويه جدا بين البائع والمشتري عند مستوى ال 26 قرش، مصريين الاسكان قافله 25.6، محتاجينها تكسر 26 عشان تروح 29 ثم 35 قرش، اهم حاجه كسر مستوى ال 26 قرش، اول دعم المصريين 24.7 24 قرش و7 قروش، الدعم الثاني 23 قرش و9 قروش هو مستوى ايقاف الخساره. بالنسبه لاعمار مصر، اعمار مصر بتحاول تحافظ على ادائها، حاولت تخترق مستوى ال 13 مش قادره تخترق مستوى 13 خالص، حتى الان اهم دعم في اعمار 3 وقرش ثم 2.92 ده مستوى ايقاف الخساره، اعمار ماشيه بالعرض زي ما احنا شايفين هنا اهو بين مستوى ال 2.92 وال 3.15 قرش، فبالتالي اهم منطقه لاعمار 3.10 3.15 ده المقاومه الرئيسيه في اعمار، فبالتالي طول ما احنا تحتها محتمل نختبر الدعم لان احنا في حركه عرضيه، فبالتالي احنا ممكن نشتري قرابه ال 2.92 ونرجع نبيع عند 3.10 الى ان يحل هذا الموقف وتخرج اعمار بره الاطار بتاع 3.10 3.15، وساعتها تكون فيها صعود ل 3.4 ثم 3.40، مش هيتحقق شرط الصعود 3.4 3.40 في اعمار الا في حاله اختراق مستوى ال 3.15. العربيه الحليج الاقطان كانت توصيتنا يوم الخميس قبل بدايه الجلسه، وفعليا اخترق مستوى 3.48 زي ما توقعنا، وصعد بكميات تداول مرتفعه زي ما احنا شايفين، احجام تداول برضو كويسه جدا في العربيه لحليج الاقطان، فبالتالي العربيه الحليج الاقطان الاستقرار اعلى مستوى 3.48 يخليها تستهدف المستوى 3.83، وممكن في حاله اختراق 3.83 ساعتها
هيكون لينا كلام تاني، ان ساعتها هيكون لينا مستهدف عند 4 جنيه و20 قرش على الاقل. المستهدفات هنسيبها متحضره ونسيبها لغايه ما نشوف هتخترق مستوى 3.83 ولا لا. عامه بكل الاحوال المسافه ما بين 3 جنيه و40 قرش من المنطقه اللي احنا كنا مدين فيها ريكومنديشن الشراء 3.45 ل 3.80 يعتبر مسافه ايجابيه جدا في وقت في الماركت يعتبر ضعيف شويه. فبالتالي 7.5% ارتفاع في حليج الاقطان ده كان يعتبر ايجابي جدا بالنسبه للعربيه الحليج الاقطان في الماركت خلال جلسه يوم الخميس. اعتقد ان ممكن يكون في المزيد من الصعود للعربيه الحليج الاقطان طول ما فوق 3.5 جنيه. بالنسبه لشركه مستشفى كليوباترا، وكنا حطينا برضو في التوصيه بتاعتنا الحمد لله شركه مستشفى كليوباترا وصلت للتارجت الاول 94 بعد اختراق 74 الاعلى. اصبح اي تراجع باتجاه 74 كمستوى دعم اول هو يعتبر فرصه شراء جيده. مستوى 4 جنيه مستوى 4 جنيه ونص هو مستوى ايقاف الخساره بالنسبه لنا دلوقتي في مستشفى كليوباترا او شركه مستشفى كليوباترا. المنطقه المقاومه الثانيه هي 5.10، وعندنا في النص قبل طبعا 5.80 دي بعيده شويه، عندنا في النص قبل 5.80 المنطقه دي اللي هي تعتبر 5 جنيه 35 قرش ده مستوى المقاومه الثالث. بالنسبه لاعمار بعد المستوى 94 يبقى عندنا 94 5.10 ثم 5.35 في اسف مستشفى كليوباترا. فبالتالي مستشفى كليوباترا تحولت الى اتجاه صاعد في الاجل القصير بعد اختراق المستوى 74، هتظل في هذا الاتجاه طول ما فوق 74. نراقب شركه مستشفى كليوباترا، اعتقد لسه فيها كتير لفوق باذن الله طول ما هي فوق 74 زي ما اتكلمنا. معانا سهم نهر الخير كمان للتنميه والاستثمار الزراعي اللي كنا حاطينه من امبارح وكنا متوقعين انه يصعد، الحمد لله ايضا صعد بقوه واخترق خط متوسطات متحركه اللي هي 20 يوم. قلنا ان دي اول اشاره قوه اخترق 26.7 كان من توصياتنا يوم الخميس الحمد لله قبل الجلسه برضو او في بدايه الجلسه بالظبط، كان ساعتها شغال ب 26.5 وادينا عليه توصيه شراء. السهم صعد لمستوى 27.6 واغلق عند مستوى 27.4 بارتفاع مقدار تقريبا 4%. السهم لسه عنده كمان الكثير من الصعود في حاله اختراق 27.6 والاستقرار عليها يروح لمستوى 30 قرش و8 اللي هو اهم مستوى مقاومه في الميديوم تيرم. اول مستوى دعم ليه نهر الخير في الوقت الحالي 26 قرش و7 مستوى الدعم الثاني 25 قرش و4 هو مستوى ايقاف الخساره. بالنسبه ليه كابو بدايات اشارات شراء لسه ما طلعش خالص، بدايه اشارات شراء هتتاكد في حاله الاستقرار اعلى هذا المستوى 1.78 ساعتها يروح ل 1.88 ثم 2.4 ثم 2.10. اول دعم في كابو هو مستوى 1.78 في الوقت الحالي، الدعم الثاني هو المستوى ده اللي هو مستوى ايقاف الخساره بالنسبه لنا وهو مستوى 1.70. بالنسبه لاخر سهم معانا هو ابن سينا فارما طبعا اللي كان الافضل اداء خلال الفترات السابقه، ولكن ما ننساش شارب موف كبيره جدا بدايه ل ظهور بعض اشارات البيع او البياع في الشورت تيرم اللي بيقول لنا ان ممكن يحصل زياره مره اخرى لمستوى جنيه 93 قبل استكمال الصعود بالنسبه لابن سينا فارما. اعتقد ابن سينا فارما في الوقت الحالي يعتبر ايجابي جدا وفي اتجاه صاعد، ولكن ما فيش مانع من عمليه تصحيح قصيره الاجل لاستهداف المستوى من 1.93 الى 1.95 قبل استكمال الصعود مره اخرى. ده وجهه نظري في ابن سينا فارما، لكن في كل الاحوال السهم شكله قوي جدا وممكن يروح لمستوى 22 ثم 42، لكن الكلام ده في الميديوم تيرم. احنا بنتكلم شورت تيرم، متوقع كوريكشن من مستوى ال 2.10 قصير الاجل لاستهداف 1.95 قبل استكمال الصعود. مستوى الدعم الثاني بعد مستوى 1.95 هو المستوى ده، مستوى 1.85. يبقى احنا عندنا مستوى 1.95 اللي هو ده تقريبا التلت الاخير من البارة دي، ومستوى 1.85 ده المدعم التالت، ثم مستوى 1.73 اللي انا بعتبره مستوى ايقاف خسارة في الوقت الحالي لابن سينا فارما اللي ادائها رائع جدا متوقع لها المزيد من الصعود مرورا بكوريكشن قصير الاجل زي ما بنقول قبل الصعود. ده توقعنا خلال جلسة اليوم لابن سينا فارما. وكده يبقى خلصنا الاجتماع الصباحي بتاعنا. ديسكليمر توضيحي قبل انهاء كلامنا، هذا الاجتماع الصباحي خاص بشركة اسطول وصالح لهذا اليوم فقط بناء على توصيات نعتقد في صحتها، والشركة غير مسؤولة عن اي قرارات استثمارية تتخذ بناء على ذلك. شكرا لحضراتكم.